انطلق في هذه اللحظات بحفظ الله ورعايته أول الأشواط الرئيسية للقعادين. نذهب مع مقدمة الشوط، ومثل ما كنت متوقع ومثل ما كنت مرشح، الشقب الجاهوري بن صالح الجاهوري يتصدر هذا الشوط، يتصدر الأسامي. ثاني المراكز 26، في ثاني المراكز حامل الرقم 26. وين 26؟ مش مسجل؟ حامل الرقم 26 جلمود بخيت أبو نورة مع جلمود في ثاني المراكز وفي ثالث المراكز. نعود مع ثالث المراكز حامل الرقم 13 الشارد حسن حمد الله، رابع المراكز حامل الرقم 18 الناوي محمود السوداني. وناويلكم علانية بس انتوا اصبروا شوية مع الناوي. خامس المراكز حامل الرقم 20 عزام سلامه الرشيدي، والذي يعزم على أخذ نقطة هذا الشوط. لكن خلونا نروح مع الجاهوري، إذا اجتمع هالاسمين الشقب والجاهوري يعني تمييز، يعني سبق، يعني ناموس. هذا معنى اسم الجاهوري، بن صالح الجاهوري في أول المراكز، يستاهل الإذاعة الجاهوري، شعاره متميز متألق دائما هذا الجاهوري، ما شاء الله تبارك الرحمن. ثاني المراكز حامل رقم 18 الناوي، ومثل ما قلت لكم ناوي علانية، اصبروا له شوية بس ما عنده وقت الناوي. محمود السوداني مع الناوي. وفي ثالث المراكز أراد التقدم والانطلاقة والاندفاع من ولد الباز أبو يوسف أبو القاسم، عفوا، مع ولد الباز أبو القاسم على ثالث المراكز. ولوحة 600 متر اتعديناها في هذه اللحظات. أرى القادم في رابع المراكز رقم كم؟ 10. رابع المراكز هذا 10. بركان حامد محمود بن كلوب. نذهب مع الأربعمائة متر، نذهب مع المقدمة، مع الصدارة، نذيع المنافسة النارية التي تدور في المقدمة. الجاهوري حرك، الجاهوري حرك الشهب، حرك الشقب، الشقب روح وما شاء الله ما شاء الله. أنا قلت الجاهوري له الشوط هذا ورشحت، من شفت الأسامي رشحت الشقب، ما شاء الله تبارك الرحمن. مميز الجاهوري، أداء جميل مع الشقب، ويستاهل الجاهوري، يستاهل كونغراتيوليشن يا الجاهوري، كونغراتيوليشن، تهانينا والناموس لمالك الشهب الشقب الجاهوري من صالح الجاهوري. ثاني المراكز حامل الرقم 10 ولد الباز أبو القاسم، ثالث المراكز حامل الرقم 18 الناوي محمود السوداني. تهانينا والناموس. توقيت الزمن لهذا الشوط 3 دقائق ثانية 19 للزمن الثانية. تهانينا والناموس.